كابتن امنية، كرة اليد لعبة صعبة، لعبة شاقة بالنسبة للرجال، فبالنسبة للسيدات تبقى الأمر برضو بيحتاج مجهود كبير. نفس الشيء انتوا تمرينكم كل يوم صح؟ صح، هو يعني احنا فعلا بتبقى لعبه صعبه، حتى كل الناس اللي بره هاندبول بيقعدوا يقولوا لنا انتوا ازاي بتلعبوا هاندبول، انتوا ازاي بنات بتلعبوا هاندبول، يعني لعبه فيها عنف، فيها مجهود، فيها طبعا الالتزام وست ايام في الاسبوع فعلا. بس احنا الحمد لله بيبقى خلاص بيبقى احنا حابينها قوي وبقت جزء من حياتنا، فبنعرف يعني نواكب في الموضوع. طب انا سامع ان كابتن بيسا بعد التمرين بتريحكم تدخلكم الجيم. يعني لا، يعني مش عايزين ندخل فنيات، بس ده حاجه سيستم عندنا. لا بس يعني كم مره في الاسبوع يعني. بس هي الجيم بيبقى غير ساعتين الملعب، غير الساعتين الملعب، يعني التمرين ساعتين وجوه بس. كابتن بيسا كابتن بيسا لا، ساعات بنقول النبي تعالى يعني مش عارف. طب خلاص بقى، ممكن لو سمحت انت اللي بتتكلم مع الكابتن، بس هو السيستم بيبقى من الكابتن اصلا. طب انتوا ايه اصعب المنافسين اللي كانوا قدامكم السنه دي في الدوري؟ هو يعني برضه نفس، هو يعني هي بيبقى نفس المنافسين كل سنه بيتكرروا، يعني سبورتنج وسموحه والشمس، دول اكتر حاجه يعني. سبورتنج والشمس وسموحه، مفيش نادي الزمالك؟ لا. مفيش نادي الزمالك، يعني هم مميزين في اليد رجال. لكن في السيدات يعني تاني بقى، من كذا سنه صفوهم يعني وما عملوش تاني. فالمنافسه القويه ما بين فرقه سبورتنج تاني بقى، سبورتنج هو المنافس الاول. هو المنافس الاول. بيبقى عندهم اهتمام كبير، عندهم لعبات في المنتخب، عندهم عناصر كويسه قوي، بيبقوا كويسين. انتوا كسبتوهم السنه دي؟ كسبناهم، لعبناهم مره وكسبناهم، ان شاء الله يعني عندنا برضو في الدور الثاني نلعبهم مره كمان. هتلعبوهم على يعني على مدار الموسم بيبقى مرتين. طب بالنسبه للدخول في بطوله افريقيا، استعداداتكم بتبقى ازاي؟ بيتهيألي ان تسيد اللعب على المستوى المحلي بيبقى له دوافع اكبر في الناحيه الافريقيه، انه بقى لكم فتره ما بتشاركوش. هو حقيقي فعلا ان احنا بقالنا فتره فعلا ما شاركناش. فهو يعني في كمان يعني هو زي ما هشام سافرت قبل كده افريقيا، بس احنا الجيل الجديد ما شفناش قبل كده افريقيا خالص، بس دي تبقى اول مره، وانا بصراحه متحمسه قوي ان انا اشارك في بطوله كبيره زي دي. يعني موني لعبت كاس عالم، موني من العناصر اللي طلعت من مواليد 96 وطلعوا معانا الجيل بتاعهم لعب كاس عالم. يعني موني كانت من العناصر الجيده طبعا اللي ضافت للفرقه. موني على فكره حارس مرمى. هي امنيه، بس احنا بنقول لها موني، فامنيه دي غريبه علينا جدا.